السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا، قناة بانوراما للأعمال الخشبية. يا ريت قبل أي شيء يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك اللي لسه ما اشتركش، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله من فيديوهاتنا. في المقطع اللي معنا ده إن شاء الله هنوري لكم مقطع مهم جدا بالنسبة للناس اللي بتروح تشتري خشب جاهز أو موبيليا جاهزة من المعارض. هنقدم لكم فيديو بسيط وقصير، يعني مش هنطول عليكم إن شاء الله. هنوضح لكم إزاي تعرف الموبيليا وانت بتشتري كده كويسه ولا لا. طبعا احنا الموبيليا اقسام، في اوض النوم والسفره والركن او الانتريهات. ان شاء الله النهارده هنخصص الفيديو اللي معانا، الحلقه اللي معانا ديت هنخصصها للانتريهات او الركن بس. هنتكلم عن شيء مهم جدا خاصه الانتريهات، يعني ازاي لو انت رايح معرض تعرف ان الانتريه اللي معاك ده متنجد كويس ومتنجد تنجيد بلدي ولا مغشوش. هنعرف ان شاء الله معانا وقت الفيديو، وخليكم معانا وما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك للفيديو. اول شيء عشان تعرف ان الانتريه ده كويس او لا، هقرب الصوره معاك اهوت عشان نوضح لكم. هقرب الصوره معايا اهوت. هنكشف اول حاجه، عايزين نعرف ان كان الانتريه ده كويس او لا. عايزين نعرف ان كان هو متنجد نظام تنجيد بلدي اللي هو نظام خيش وكرينه ومتدرب كويس ومتدرب بالاست كويس. هل هو معمول النظام ده اللي هو نظام الخيش والتعبئه، ولا نظام استك؟ يعني في بعض المنجدين او بعض الورش بتاخد الانتريه نظام استك، يعني مو هيجي على الخشب كده شاشه استك على طول المباشر ويحط الاسفنج جوه على كده. طبعا هو ده طريقه من الطرق، بس هو مش عملي، الاستك مش عملي. الافضل التنجيد اللي هو البلدي. طبعا هنقوم رايحين اول حاجه هنرفع الشلته كده. انت طبعا في المعرض بيبقى متاح لك ان انت تعمل اي حاجه من حقك، يعني بترفع الشلته كده وتشيلها على جنب وبتنزل على الخيش من تحت، بتنزل على القاعده بتاع الانتريه بتبص عليها. اول حاجه بتبص، بتحاول تجيب بايدك كده حز الخشب ده، الخشب اهوت اخر الخشب اهوت، بتشوف بقى الخشب بينه وبين التنجيد اخر التنجيد قد ايه. طبعا احنا في الفيديو معانا اهوت ده التنجيد اهوت. التنجيد دون طالما في قيمه تنجيد كده بنمسكها كده معانا، ده خيش، ده نظام خيش. وطبعا بتشد، بيبقى في شروط في الاول تحت في الارضيه خالص اهوت، لو بصينا عليه من تحت اهوت بيبقى شريط، وبيتحط عليه بعد كده سوست ويرجع يشد عليه خيش ويشده كويس ويربطه بالحبال اللي هي الصوله يعني، وبيرجع يحط عليه بقى اللي هي الكرينه اللي احنا عاملها بنسميها احنا زي القش كده او جزء تتعمل من جذوع النخل طبعا مطحونه، وبيرجع يشدها بالخيش تاني ويرجع يحط طبقه اسفنج. كل ده طبعا زي ما انت شايف كده حضرتك متين جدا، يعني لو انت حملت عليه مهما حملت عليه بيتحمل معاه، وفي نفس الوقت تبقى طري بياخد معاك. لان شوف السوسته بقى، السوسته بتاخد بتدي معاك لما انت بتيجي تقعد، بيديك راحه في القعده ما بيبقاش ناشف. دي الميزه اللي في التنجيد البلدي زي ما انت شايف كده. دي طبعا ده التنجيد اللي هو البلدي اللي احنا بنسميه النظام البلدي اللي هو النظام القديم. لكن لو استك بتلاقي الخشب ده، الخشب اهو بتلاقي شادد القماش على طول مباشر، بيسحب القماش على طول مباشر على الاستك. طبعا ده مش عملي، هو مش غش بس مش عملي. الافضل الانتريه اللي بتنجد اللي هو النظام البلدي القديم دون، بالزيك وبتضرب كويس وبيبقى متين. نفس الشيء في الظهر. بنيجي بقى على الشلته معانا اهي. لو احنا عايزين نعرف الشلته برضه، في ناس طبعا بتجيب اسفنج مضروب ومفروم كده وبتعبيه وتقوم هشد عليه طبقه فايبر. طب انا عايز اعرف ده كويس برضه ولا لا، قام رايح فاتح كده سوسته من ورا وقام رايح جاي على الفايبر، على اللي افتحه بالراحه كده عشان برضه ما ابوظوش. طبعا اهو ده اسفنج معانا اهو كامل، ما هوش مفروم ولا حاجه، له اسفنج كامل وعليه طبقه فايبر اهي. ده عليه طبقه فايبر معانا اهي، ده طبقه فايبر فوق الاسفنج كمان عشان تدي طراوه وتدي شكل، يعني تدي شكل بومبي او دوران على الشلته، بتدي شكل جميل يعني. غير ان هي طبعا غير الشكل بتدي طراوه للاسفنج كمان، بتبقى قاعد مرتاح معاك. طبعا الاسفنج ده لما يكون 12 سم او 13 وعليه طبقه فايبر مع التنجيل البلدي نظام السوست، لما تيجي تقعد بيبقى مرتاح جدا معاك، بتحس ان انت قاعد مرتاح مش ناشف. هو طبعا الاستك بيدي الميزه دي برضه بس مش عملي، الاستك بيبوظ بسرعه، الاستك ما عمره قصير. لكن الانتريه اللي هو من النظام القديم ده بيعيش بال 20 سنه، يعني بفضل الله احنا عاملين انتريهات في اللي عندنا هنا من عمر انا، يعني من 20 و25 سنه ولسه ما زالت الحمد لله. برضه بنيجي برضه هنقرب الكاميرا بقى معانا كده شويه، هنقرب الكاميرا شويه معانا كده على الظهر اهو. لو انا عايز اعرف برضه الظهر اللي معايا دون معمول نظام ابلكاش ولا نظام خيش، هضغط عليه برضه اهو واشوفه. طبعا السمك بتاعه تخين اهو، ده سمك تخين اهو محشي برضه اهو ومتعب ومتدرب، بياخد نفس النظام برضه تعبئه كرينه وبيدربه كويس وبتشد عليه الخيش، ويرجع يحط طبقه اسفنج عليه 5 سم او 4 سم او حسب الاتفاق مع الزبون، بحيث يعمل فيه اللي هي الكوبوتينيه او كيرما ديت، كابوتينيه او كيرما.
طبعا ده النظام الافضل للانتريه، وطبعا ده قديمه شويه بس ده الافضل. بنيجي بقى طبعا على المخده هي برضو، دي اللي هي المخده معانا هي برضو. انا عايز اعرف المخده دي فيها فايبر، فايبر اللي هو القطن الصناعي يعني برضو، ولا الاسفنج المفروم؟ طبعا طبعا بقول لحضراتكم لو احنا عايزين بقى نعرف المخده او التكايه، المخده الصغيره او التكايه، لو احنا عايزين نعرف ان هي فايبر او اسفنج مفروم، طبعا طريقه بسيطه خالص. انا بمسك المخده كده وبحطها بتك على ايديا كده بالراحه، لو هي معايا كده واخده معايا نظام السوسه كده بسهوله كده يبقى دي فايبر، فايبر اللي هو القطن الصناعي. لكن لو انا مسكتها كده واتكيت عليها ولقيت فيه مطبات وكلكعه يبقى دي اسفنج مفروم. طبعا الاسفنج المفروم بيسخن من ناحيه، من ناحيه تانية كمان ان هو يا دوبك شهر او اتنين بتلاقيه بطت وريح، لكن الفايبر بدي طراوه وبدي شكله وبتبقى تلاقي المخده كمان. طريقه تانية كمان انا ممكن امسك المخده كده واقوم رايح ماسكها كده عاملها مرتين ثلاثه كده، لو رجعت تاني يبقى ده فايبر، لو بطتت او اتنفشت واتنعكشت يبقى ده اسفنج مفروم. لان الاسفنج المفروم طبعا الضغط مجرد ما بتنفش بياخد اماكن غير اماكنه لانه قطع صغيره، لكن الفايبر بيبقى عامل زي الكتله الواحده. طبعا دي الطريقه اللي احنا ازاي بنعرف بها ان كان الانتري كويس ولا لا. وان شاء الله هنكمل معاكم في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، هنعمل ان شاء الله فيديو تاني عن الركن برضو زي نعرف وهي متنجله وهي مشطبه لو احنا في المعرض. طبعا هي لو على الابيض بنعرف، لكن الكلام ده لو احنا في معرض والشغل مشطب هنعمل فيديو ان شاء الله عن الركن زي برضو نعرفها وهي مشطبه، وهنعمل فيديو عن اوض النوم والسفر والركن ان شاء الله، كل ده هنعمله في الفيديوهات التانيه بس عشان الفيديو ما بقاش طويل. وفي النهايه ما تنسوش تشتركوا معانا في القناه اللي لسه ما اشتركش، وتعملوا اعجاب للفيديو ولايك، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل مقطع جديد بننزله ان شاء الله. وفي النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.